ورحمة الله وبركاته. اليوم هنتكلم عن مش حادثة يعني عن تجربة حقيقية عشتها وأنا بأزور قطر في أوائل هذه الألفية، وكان لي أصدقاء كتير جدا 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 من المشايخ والأئمة، سلفيين صوفيين جميع الاتجاهات الموجودة. وقرر أحد المشايخ السلفيين، هو لسه ما زال موجود هناك ربنا يكرمه، من أصل مصري، أن يعمل لي محاضرة في قاعة كبيرة جدا أو مسرح كبير جدا. ففرحت جدا أنا هتكلم مع معامل الخير، وقال ده للنساء، هذه المحاضرة للنساء. فأنا فرحت جدا جدا أن الشيخ مهتم بحاجة زي كده هو، والمحاضرة هتكون، وقعدت أحضر فيها بقى أيام وأيام وأفكار وكذا وكذا، لأن دور المرأة في العمل الإنساني الخيري رائد ومهم جدا، وعلينا أن احنا إيه نقوي ونعدل. دخلت القاعة بسم الله ما شاء الله، كانت تتسع يمكن 500 أو 1000 على الأقل. وجلست جنب الشيخ، لقيته مدخلني في مكان كده، مش مكان، هو على المسرح أنا موجود، ومحاط بستارة سوداء، وكأنني أعزل عن من يروني داخل القاعة. فلقيت أن المنصة بينها وبين أول صف من صفوف الحضور ما لا يقل عن 10-15 متر. وأنا أعرف أن أغلب النساء في الدوحة أو في قطر إما محجبات وإما منقبات، يعني أنا مش هشوف منهم حاجة على الإطلاق. لكن لقيت أنا داخل، أنا قاعد في هذا المثلث أو هذا المربع اللي هو الستارة سوداء تغلفني وتغلف المقدم، وكأنني يعني معزول عن الدنيا كلها. فطارت مني كل الكلمات التي حضرتها والتجارب والخبرات والفعاليات إلى آخره، لأني في النهاية أنا بكلم جمهور مش بكلم شخص. فوجدت نفسي أن أنا قاعد في وسط هذا المربع المظلم اللي هو مجرد ستارة بيني وبينه، بكلم معاه وبحدثه، يعني قطعت الصلة بيني وبين الجمهور. ده ذكرني أعتقد إما بالشيخ القرضاوي أو الشيخ مش عارف أحد المشايخ لما راح أحد الدول الخليجية الأخرى ورفض ان هو يعمل محاضرة، لانه خلوه يعمل محاضرة يكون الحديث بينه وبين المقدم المحاضرة وليس بينه وبين الجمهور. فاعتقد الشيخ رفض، لا اذكر هذا كان هذا هو الشيخ القرضاوي او الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليهما. انا جاي اكلم البنات في الجامعة، مش جاي اكلمك انت، فين البنات عشان اكلمهم؟ وبعدين انا هشوف منهم ايه؟ فهنا الاحساس المفرط لدرجة الانعزال يؤثر سلبا على من يتحدث، خاصة لو انت فاجئتهم. يعني حاليا واحنا بنتكلم على الزوم محدش بيشوفنا ومنشوفش حد، لما بنتكلم على الفيسبوك محدش بيشوفنا ومنشوف حد، لكن الانسان مستعد نفسيا انه يصل لمئات والاف الناس من خلال منصة الزوم أو منصة الفيسبوك. لكن لما تفاجئ الناس وأنت في مسرح وفي جمهور وأنت معزول عن الجمهور، هذا شيء يعني الله أعلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في المسجد يخاطب الناس دون ستارة، حتى كانت النساء يصلين خلف الرجال وبينهم الصف الأخير من الرجال والصف من النساء اللي هم الأطفال كانوا يكونوا موجودين، وكان يرى النساء. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره في المساجد من الصحابة والخلفاء إلى آخره، ما كانواش داخلين عشان يتفرجوا على النسوان أو يكلموا النسوان، كانوا هم داخلين عشان عندهم إيه رسالة معينة إلى آخره. وطبعا دي من أصعب المحاضرات اللي أنا قلتها، كنت أتمنى ألا أدعى إليها أو ألا أتحدث فيها. فيعني الشباب والشابات، أنا بردك في محاضرة تانية حصلت بنفس الطريقة، إن إحنا كنا ببرمنغهام، هو جاء أتى المحاضر، والمحاضر كان بيحاضر النساء أيضا، وكان هو موجود في قاعة وهم موجودين في قاعة أخرى. فالمحاضر بقى طبعا بيتكلم، عارف إن هم مش قاعدين معاه في الجلسة، وقعد يكلم ويكلم وانفعل وكذا 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 وكذا، وكان مدة يمكن ساعة أو ساعة ربع. وفي الآخر جات له ورقة من إحدى الأخوات بتقول له إيه،
بتقول له يا دكتور فلان فلاني لو سمحت تقولنا المحاضرة من الأول، لأن احنا كلنا كنا في الخارج بنودع أحد الأخوات اللي كانت مسافرة. فده طبعا دي سلوكيات في الإدارة غير جيدة، قاعات كبيرة وقاعات فسيحة وأخوات من داخلين مش عشان أي غرض، إنهم يتعلموا إخوة كذلك من داخلين على غرض إنهم يتعلموا. فإما تصارحوا الناس زي ما احنا دلوقتي بنعمل في الزوم وفي الفيسبوك وفي الانستجرام والحاجات دي كلها، أو لو ما صرحتوش الناس مش هتاخدوا منهم أحسن ما عندهم، مش هتاخدوا منهم أحسن ما عندهم، مش هتاخدوا منهم أحسن ما عندهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.